صباح الخير مشاهدي ان تي ان، مشاهدي نايل لايف، اهلا بيكم. حلقه جديده من نهارك سعيد، من ساعتين على الهواء مباشره. هنتكلم في مواضيع كتيره ومواضيع مختلفه جدا. هنكون معاكم على الهواء انا وفادي واشرف. صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير اشرف. صباح الخير عايده. صباح الخير على كل مشاهدي نايل لايف وشبكه ان تي ان. واول اسبوع جديد يا رب يكون كله خير على بلدنا. بس يعني اعتقد اللي قاعد اتفرج امبارح على التلفزيون جاله اكتئاب امبارح بالليل بصراحه، من كتر الاحداث اللي احنا مش عارفين احنا رايحين فين. اصل احنا في دوامات كده كتير ومش فاهمين محدش بيرد علينا ليه. يعني خلينا نقول ان احنا اخبارنا مش هتبقى لطيفه قوي في فقره الاخبار، اول فقره بعد الفاصل، لكن نتمنى ان دايما ايامنا تبقى احسن ونخرج من المشكلات دي اللي احنا مش عارفين هي رايحه بينا لفين. ويمكن اخر مشكله، ويمكن كان في امبارح تظاهرات عند قاعه المؤتمرات بسبب الجمعيه التاسيسيه للدستور واعلنت الاسماء امبارح بالليل. هنتكلم عن كل ده فقره الصحافه مع الكاتبه امينه خيري، كاتبه صحفيه بجريده الحياه اللندنيه. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير عايده. صباح الخير فادي. صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما ان شاء الله سعيد. حاسس ان الواحد هيفضل لمده طويله عامل كده وما يقدرش يحرك ايديه، يضحك ينبسط ويعيش، بس ايديه هتفضل متكتفه. ازاي؟ بالدستور اللي هيتكتب. صباح الخير عايده. صباح الخير يا اشرف. بمناسبه الدستور، امبارح ما كانتش بس في مظاهرات عند قاعه المؤتمرات، بس كمان كان في مظاهرات عند المحكمه الدستوريه العليا علشان عدم دستوريه هذه اللجنه. والمفروض ان اللجنه الاداريه العليا هتنظر الطعون اللي مقدمه للطعن في صحه هذه اللجنه، لجنه تاسيسيه او جمعيه تاسيسيه لصياغه الدستور، المفروض هتنظرها يوم الثلاث اللي جاي. ولكن برضو عندنا تساؤلات، حتى لو صدر قرار او حكم بانه هذه اللجنه غير دستوريه هتطلع للمحكمه الدستوريه وهتقف بقى هناك زي ما حصل قبل كده في بطلان تلت اعضاء مجلس الشعب، طلعت وقفت هناك. ده معناه ايه او ايه؟ محدش فاهم، محدش عنده وعي. وقرينا بيانات من جماعه الاخوان المسلمين امبارح بتقول كلام، وتصريحات لنواب بيقولوا كلام، يعني محتاجين نفهم شويه الفتره ولسه جاي. كمان سيتم النظر في الطعن المقدم على الانتخابات اللي اجريت، الانتخابات البرلمانيه. انا قلت انها واقفه عند المحكمه الدستوريه. لا يعني هو في طعنين، في طعن مقدم على الطريقه اللي تم انتخاب بيها الجمعيه التاسيسيه الاعضاء لجنه المئه، لانه في اراء دستوريه كثيره بتقول انه لا يجوز انه مجلس الشعب اللي هو المفروض يختار بالنيابه عن الشعب الممثلين يدي نفسه ميزه ويبقى في مساواه ما بينه وما بين الشعب، انه ما ينفعش ان هو مهمته ان هو يختار لنا فيختار جزء من اعضائه، ودي اشكاليه كبيره ومرفوع فيها طعن. حوالين هذا الموضوع حضراتكم هيبقى معانا الدكتوره منى زور فقار، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، عشان نتكلم عن موضوع صياغه الدستور والمواضيع اللي فتحنا فيها واتكلمنا فيها النهارده. على فكره حضراتكم في امبارح كان في افتتاح خاص ب معرض بمقتنيات الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، هيبقى في متحف للزعيم جمال عبد الناصر. الاستاذ اسامه التلباني مدير عام الترميم بهيئه العامه لدار الكتب والوثائق القوميه هيكون مشرفنا، هنتكلم انا وعايده عن هذا الافتتاح. عندنا ايه تاني؟ عندنا كمان، لانه احنا عارفين بقى بعد احنا قلت عشان كده قلت لكم في اول الحلقه النهارده ان احنا هنتكلم في مواضيع كثيره ومختلفه، يعني دستور، متحف زعيم جمال عبد الناصر، وكمان في نهايه الشتاء ناس كتيره بتبقى الوزن زاد شويه. لبس الشتاء برضو على قد ما هو شيك وظريف، بس يعني بيخلينا نريح شويه، واكل الشتاء بيتخنا شويه. هنتكلم عن السمنه، وهنتكلم عن علاجات جديده للسمنه مع دكتور عماد مكرم، هو عضو الجمعيه الطبيه المصريه للسمنه. ده غير ان هيكون معانا فقره اخيره زي ما احنا متعودين في نهارك سعيد في اول اسبوع وفي اخر الاسبوع، بنتكلم عن البورصه. هيكون معانا فقره النهارده عن البورصه، هيكون معانا الاستاذ محمد وجيه الخبير المصرفي، هنتكلم معاه عن بدايه اسبوع جديد في التداول، هيبدا الساعه 10:30 النهارده، هنتكلم معاه عن كل اوضاع الاسهم طالعه ونازله. خلونا نتكلم في كل ده بعد الفاصل ونبتدي فقراتنا بالصحافه، تابعونا.